خرجوا الساعة 5 الصبح، صاروا بالأول يتركوا رصاص، عرفنا أنه في جيش محاصر الدار، وهم بدهم ابن حمزي يعني المقتول. فلما أجوا اطلعوا من الدار، ولا بنفجر الدار على روسكم. سحبت حالي وطلعت أنا في الأول، قالوا لي مين اللي جوا في البيت؟ قلت لهم أولادي. قالوا له مين هم؟ سميت لهم إياهم الأربعة. قالوا لي نادي عليهم خليهم يطلعوا. طلعوا، من ناديت عليهم طلعوا الثلاثة بالأول، وحمزة اختفى شوي. إحنا على علمنا إنه بكف قلب الدار، وبعدها منعرف شوي راح. بعدها بشوية ولا هم باك رايح عند جيرانهم حمزة. في باب ثاني طلع منه وراح عند الجيران. شوي كانوا راحوا معهم كلاب طبعا، أخذوا الشرب كانوا مدل عليه طال، واعتكلوا معه. بعد ما اعتكلوهم وكل شيء 100% ضربوا صاروخ، فجروا، سحبوا حالهم رايحين.